ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ما يسمى بالتحميل الشوتينج. أكو تحميل الهجوم، أكو تحميل الدفاع، أكو تحميل الشوتينج، أكو تحميل الركض. هذا مصطلح أنا ذكرته، يعني هو مصطلح قديم بالحقيقة، لكن الآن أعيد للذاكرة من قبل مواقع كثيرة. احنا نعرفه من الثمانينات تقريبا، يسمون لودينج شوتينج درو، لودينج اتاكينج، لودينج ديفندينج، وهكذا. اللودينج تحميل، يعني انا عندي 9 يصوب 4 كرات على 3 اهداف، ده احمل عليه 3 كرات زياده. ف الأول رقم 7 يلعب الكرة أمام الهدف الأساسي واللي خارج منطقة الجزاء، وكهداف 2 على جانبي منطقة الجزاء، يعني عند زوايا منطقة الجزاء أسميهم، فيصوب الكرة الأولى. لاحظ الرقم 1 هي مناولة من 7 إلى 9، 9 رقم 2 يهاجم الكرة ويصوبها على الهدف الأمامي، ورأسا رقم 8 يلعب كرة للاعب المهاجم 9، اللاعب المهاجم 9 أمام الهدف الجانبي باليمين، طبعا يهاجم الكرة ويصوب على الهدف باليمين رأسا عند التصويب. 6 يهيئ كرة أمام الهدف عند اليسار، 9 ينتقل إلى كرة في منطقة اليسار لتصويبها، وفورا في لحظة التصويب 11 هي كرة أمام الهدف الأساسي، 9 ينطلق ويصوب. إذن إحنا كل ما فعلنا أنه غذينا هذا اللاعب 9 بأربع كرات، فصار تحميل عليه. هو هذا التحميل، ما في يعني تفسير أكثر من هذا. إذا انتهى 9 يروح مكان 11 و10 يتقدم للتصويب و11 يجي مكان 10، فنغير لاعب 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 لاعب، اللي خلص يروح يبدل واحد من اللاعبين المغذين، يكملون اللاعبين. إذا كل لاعب صوب على سبيل المثال 6 مرات، 6 في 4 24 كرة. هذا تدريب ممتاز، يسموه أن أبوز، ما بي أي ضغط، ما بي واحد يعكس العمل، فالتركيز كله يكون على ما يعرف على الأداء الفني للتصويب. ودائما المدربين يركزون على الفعل الإنهاء وليس التصويب فقط، لأن بعض اللاعبين تجدهم يصوبون دون التركيز على الإنهاء، فقط تصويب من أجل التصويب، أما خارج الهدف من فوق العارضة، أما بيد حارس المرمى، لا، التمرين يحتاج إلى تركيز عالي. هاي واحد. 2، اللاعب 9 من يصوب كرة 7 على الهدف الأساسي، اللاعب 8 في لحظة التصويب وبعد أن يرى أنه الكرة انتهت بالنجاح أو الفشل، يدحرج الكرة أمام الهدف اليمين، يدحرجها، ما يعطي باص للاعب 9، لا، يدحرجها بحيث اللاعب 9 يضطر لمهاجمة كرة 8 والتصويب. في لحظة التصويب لاحظ 6 يدحرج الكرة أمام الهدف اليسار، وهكذا مع 11، فيكون هناك تمرين تخصصي ممتاز جدا جدا يشمل 6 الأماميين، وهذا ما أعنيه بالتحميل التصويب. بالإنجليزي loading shooting drill، شوف مكتوبة. فالسؤال اللي وردني عن هذا المفهوم، لأن هو قراءة في إحدى فعالياتي، أخ متابع وقال هل يصلح لتدريب تخصص؟ نعم، هو من أهم تمارين التدريب التخصصي في كرة القدم، وسنأتي على ذكر تحميل الفعاليات التدريبية كافة. أسأل الله لي ولكم الصحة والعافية. كم دائما أقول، اليوم 7/5/2023.
23 صلى الله على سيدي رسول الله الهادي الأمين شفيعنا يوم الدين إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا موفق المولى، شكرا جزيلا.